الله يدخل هذا الشهر مبارك مسعود على جميع المغاربه ان شاء الله، ويدخلوا بالرخاء يعني انا بالرخاء وبالصحه. انت وضعتي عليا سؤال كتقول لي واش هاد الزيادات اللي تزادت واش غتنقص؟ حنا عندنا في المغرب ما كاينش شي حاجه اللي كتزاد وكتعاود تنقص، اللي تزادت راه تزاد صافي، المواطن اللي كيتحمل اي حاجه وقعات في البلاد، انه وقعت فايت المكتب الوطني للكهرباء ولا وقعت شي شركه اللي هي ديال المكاتب اللي هي وطنيه، كيمشيو للجيب ديال المواطن. هو الجيب ديال المواطن هو اسهل طريق اللي باش يعاونوا رؤوسهم. اذا كما قلتي هاد المواد، راه المواد دابا كاينه واحد المواد اللي كتستهلك غير في رمضان، الناس كيبغيو يديروا شويه، يوجدوا شويه ديال الحلوى الشباكيه، يوجدوا شويه ديال سليلو، يوجدوا. ملي كتمشي كتشوف ان الجنجلان والنافع وهذا دوبلو، كاين مواد اللي ضربت 300 مره في الثمن ديالها. هاد المواطن هذا راه مغلوب على امره. حنا كنشوفوا انه هاد الحكومه رفعت شعار ديال الحكومه الاجتماعيه، يعني انها غادي تراعي الظروف المواطن وهذه، وما باقي ما بان لنا حتى شي حاجه. حنا هاد الحكومه هي دوزت نصف الموندا ديالها وباقي ما بان حتى شي حاجه، بان لنا غير الزيادات في الاسعار، ان هاد السعار ضرب كاع المواد. كانت الخضره شويه تنقصات، ولكن هاد الخضره علاش تنقصات؟ لان ما بقاوش كيصدروا لموريتانيا، ما بقاوش كيصدروا للنيجر والمالي وهذا، داكشي علاش. ولكن دوك الشناقه ولا اش كيقول لهم الوسطاء، راه كيقول لك راه غادي تعاود ترجع تصدر هذيك الخضار وهذه، وغادي تعاود تطلع ثاني مطيشه غتولي 15 درهم، بطاطا غتولي 15 درهم. هذا المواطن راه مغلوب على امره، هذا المواطن راه خصو دعم كثار من 500 درهم. لا 500 درهم ما بقات دايره والو في هذا الوقت. هاد 500 درهم وبشروط، يعني ان خصو يكونوا ثلاثه الدراري كيقراو، وخصو يكونوا اقل من 21 عام وهذه، وعاد رفعوا الدعم على البوطه، ورفعوا الدعم على السكر، ورفعوا الدعم على الدقيق. اذا ما بقى هذا المواطن هذا ما بقى ليه ما لمن غادي يلجا الا الله سبحانه وتعالى. لا انتم كجمعيه واش كاين شي تدخل شي مراسلات على هذا الشيء اللي واقع مثلا؟ طبيعه الحال هاد الوقفه هذه راه تدخل. حنايا كجمعيات حمايه المستهلكين، غنعطيك واحد الحقيقه، ان في المغرب كاينه 260 الف جمعيه في المغرب اللي كاينه. هاد 260 الف جمعيه ملي كنجيو لجمعيات حمايه المستهلكين كنلقاو 100 جمعيه اللي كاينه، وهاد 100 جمعيه كاينه خمسه جمعيات ولا اربعه هما اللي ناشطين في المغرب. علاش ناشطين؟ لان هاد الجمعيات ما عاطينهمش الوسائل، ما عاطينهم دعم، ما عاطينهم والو، مازال كيحاربوهم. لان هاد الجمعيه ديال حمايه المستهلكين مع من كتحارب؟ كتحارب مع اللوبيات، لوبيات صحاح. هاد اللوبيات ديال التجاره واللوبيات ديال هذا، راه ما يمكنش يخليوك تخدم فراحتك، وما يمكنش يعطوك الوسائل باش تخدم باش تاتاكيهم. هذا هو اللي كاين. دابا حنا كنخدموا بالوسائل الذاتيه ديالنا، وكنحاولوا اننا الاعلام، لان الاعلام راه هو السلطه الرابعه، والاعلام راه كنتمنوا ان الاعلام يتعاون معنا في هذا في هذا في هذا الشيء. لان لما كانش الاعلام وما كانش تضافر الجهود، راه هاد الشيء راه غادي يمشي لواحد الكارثه كبيره على المواطن المغربي، وهذا الشيء راه كيهدد السلم الاجتماعي. لان الناس اللي كيديروا هذا الشيء راه ما كيفكروش، راه السلم الاجتماعي كيتهدد هنا في هذه البلاد. لان ملي كنوليو كنشوفوا ان النقابات رجعوا للور وخرجوا التنسيقيات، التنسيقيات هذه التنسيقيه ديال الغلاء، هذه التنسيقيه ديال هذا، راه غادي يولي واحد الفوضى هنايا في البلاد. وكنتمنوا من هذه الحكومه انها تفكر مزيان في هذا المواطن المغربي. لان انا كنقول لهم هذا الدعم ولا هذا السجل الاجتماعي اللي كيديروا، هذا الدعم ديال 500 درهم راه ما قاضي والو، راه خص هاد الناس اللي غادي يعطيهم الدعم حتى هما خصهم يديروا وقفات احتجاجيه ويطلبوا زياده في الدعم. لان 500 درهم في هذا الوقت راه ما بقات كدير والو. اش غادي دير؟ اش غادي تشري لهذا المواطن ملي غتزيد ليه في البوطه وتزيد ليه في الدقيق وتزيد ليه في السكر؟ ايوا صافي راه خليه. كنتمنوا ان هذه الحكومه تلتفت
ولا سيما في هذا الشهر المبارك، لان المواطن المغربي راه كما قال هذاك التونسي اش قال لك؟ قال لك هريمنا، حنا كمغاربه نقولوا هريمنا وتقهرنا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.